ترامواي قسنطينة في الشطر الرابط بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة علي منجلي، والذي دخل حيز الخدمة رسميا، يلقى استحسان وترحيب المواطنين، حيث سيكون دعامة إضافية في مجال النقل. مبادرة مباركة إن شاء الله في مدينة قسنطينة، مدينة العلوم والعلماء، ومدينة المشاريع القدامة الجديدة. أنا فرحانين يعني قدام، وحنا نستناو يعني باه يوصل هنا من اللي تجمل هذا، يعني والله يعني يعطيهم الصحة، يعني حاجة اللي داروها يعني في المدينة الجديدة، يعني اللي نحاس الأزمة على الشعب. أسعاره يراها القسنطينيون معقولة، وميزاته تدفعهم لاختياره بدلا من وسائل النقل الأخرى. شيء بريتاعه شيء معقول يعني في متناول الجميع، وهذه حاجة وزيد النقص على الازدحام وحوايج إن شاء الله. هنا نهبطوا ونطلعوا ب 8000 بري، يكون تسمى بري معقول، حاجة مليحة ونحتاجوها، تطور خير من هيك بربي إن شاء الله. شطر ترامواي الذي يربط المدينتين القديمة والجديدة بقسنطينة ويعطي حركية أكبر، يتمناه أهل قسنطينة أن يكون بادرة لمشاريع أخرى.